تملي معاك ما
حبيبي بكون يا حبيبي محتاج لك أنا محتاج لك شكرا 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 جزيلا. طيب بص بقى في اغنية كلامها بيقول كده. ايوه اسمعها مني بقى بتقول ايه. يدق الباب اقول هي اقول رجعت خلاص ليا. يدق الباب اقول هي اقول رجعت خلاص ليا وتخلص غربتي وافرح واخاف من فرحتي افتح تكون لعبة الظنون بيا وتطلع تاني مش هي. يدق الباب اقول هي اقول رجعي خلاص ليا. يدق الباب اقول هي اقول رجعي خلاص ليا وتخلص غربتي وافرح وخاف من فرحتي افتح تكون لعبة الظنون بيا وتطلع تاني مش هي. يدق الباب اقول هي اقول رجعي على سقفك. وماشي بقول وايه يمنع تحمل حبها وترجع. وماشي بقول وايه يمنع تحمل حبها وترجع. لقيتها جاية بتقرب وقف تمشي مستغرب تكون لعبة الظنون بيا وتطلع تاني مش هي. بس عشان الكلام ده مهم. وماشي بقول وايه يمنع تحمل حبها وترجع. وماشي بقول وايه يمنع تحمل حبها وترجع. لقيتها جاية بتقرب وقف تمشي مستغرب تكون لعبة الظنون بيا وتطلع تاني مش هي. يدق الباب اقول هي اقول رجعي خلاص ليا. يدق الباب اقول هي اقول رجعي اللي هناك. اخر كوبليه بقى اقولها لكم. اخر كوبليه بقى عشان الحكايه دي هاديه قوي. ده قلبي داب في دقاته واه مش شوق واوقاته. ده قلبي داب في دقاته واه مش شوق واوقاته. ده خدني الوهم ميت مره لكن نفسي ولو مره. ما تلعبش الظنون بيا وتطلع بعدها هي. يدق الباب اقول هي اقول
اهلا اهلا اتفضلي اهلا اهلا. عمرو دياب الشكر الجزيل، بصراحة كانت أمسية أكثر من رائعة، وراح نقول لك اسمح لنا شوقنا الغنك، شوقنا في هلا فبراير الجاي إن شاء الله. شكرا جزيلا، بشكرك جدا جدا. في النهاية، في نهاية حفلة هلا فبراير ومسك الختام، يسعدنا أن نقدم الدرع التذكاري وأن يسجل كلمات الذهبية على الدفتر الذي سيخط له أروع الكلمات في حفلة هلا فبراير مع المشرف العام والمنسق لحفلات هلا فبراير الأستاذ سالم الهندي. ايوه ما شاء الله ما شاء الله، خدها معايا وانا مسافر. شكرا شكرا جزيلا، شكرا شكرا. شكرا على استضافتكم، واتمنى ان اكون عند حسن ظنكم. كانت اخر الكلمات من عمرو دياب. بشكركم جدا جدا جدا، وللمره الثانيه بشكر روتانا جدا جدا وبشكرك، وبنقفل وبنقول انا اكتر واحد انا اكتر واحد بيحبك.